هاي، بداية بحب عيدكم بمناسبة الفصح المجيد وبرحب فيكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مثل العادة آخر أخبار الفنانين من بيروت لهوليوود رح نحكي عنها ليلى بحلقة جديدة من هواكم نيوز. وهلأ خلونا نستعرض سوا أبرز عناوين حلقتنا لليلة. أوباما وأنجلينا جولي ما بتيقوا كيم كارداشيان، والكفوري بيتغزل بأحلام. هيفا، مين هي إليسا لتقيم الناس؟ السيلفي بتنتقل لقداسة البابا. تكريم جينيفر لوبيز لدعمها للمثليين. وخلينا سوا نبلش بأول فقرة لليلة وهي موست بوبولار. أول خبر بموست بوبولار هو لسوبر ستار راغب علامة اللي طالته إشاعات كتيرة من بعد انسحابه من برنامج أرب آيدل. وبأول تصريح لقله أعلن علامة أنه وصل لمرحلة قرف فيها من شيء معين وما قدر يتابع بالأسلوب نفسه، فطلب تصحيح الأغلاط واللي ما تصلحت ففضل الانسحاب. وعرفنا كمان أنه كل الإشاعات اللي طلعت عن الأجر اللي بيتقضى وائل كفوري كلها غلط، واللي صحيح أنه تقدم للفنان راغب 5 مليون لا يستمر بالبرنامج ورفض الأخير العرض. نقل موقع كلوز عن مصادر خاصة مقربة من الرئيس أوباما أنه ما بيطيق يسمع باسم كيم كارداشيان. فرأي أوباما بكم أن سم سياسي واستدعائها بأي مناسبة سياسية هو آخر شيء بيرغب فيه المرشح للفوز، فهي متناقضة جداً ودعوتها خطيرة. أما أنجلينا اللي بتشارك أوباما الإحساس تجاه كيم عبرت عن تذمرها من موقف كيم من الأحداث اللي عم بتصير بسوريا، وقالت أنا لازم تكتفي بتلفزيون الواقع ونعتتها بالغبية المثيرة. من ناحية تانية كيم متواجدة حالياً بباري لتحضيرات عرسة اللي رح يصير بأيار. منشوف بعض اللقطات. Are you happy with the wedding plans? Kim? Sure. Are you happy with the wedding plan so far? Kim. أدهشت بادي البالغة من العمر 80 سنة جمهور برنامج Britain Got Talent. ليش؟ خلينا نشوف سوا هالفيديو. جوال حاتم أن منتظر مولودي وجوزة جورج الراسي، وبعد ما تعرفت على جنس البيبي وأكدت أنه إذا جابت صبي رح تسميه جو. منذكر أنه النجمين تزوجوا مدني بقبرص ورح يحتفلوا قريبا بلبنان مع القرايب والأصدقاء. حضرت النجمة جينيفر لوبيز حفل جلاد جاي بمرافقة حبيبها كاسبر سمارت وتألقت بفستان من تصميم زهير مراد، ومنحت لوبيز جائزة تكريمية لدعمها للمثليين جنسيا. كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها كانت مغرومة بابن الجيران خلال طفولتها وبعدها لليوم تتذكره، وأنه بنتها مريم ورثت هالشي منها. وصرحت كمان خلال انترفيو لمجلة لها أنها بعدها على تواصل دائم مع طليقها محمد مصطفى وهن ساكنين بنفس المجمع السكني. المعروف عن الممثل ليوناردو دي كابريو أنه بيحافظ كتير على خصوصيته، إلا أنه موقع سبلاش نيوز قدر يلتقط صور لليو حميمة مع حبيبته عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت توني غارن خلال تواجدهم ببورا بورا الأسبوع الماضي، والواضح بهالصور أنه ليوناردو مغروم وبحاجة لرجيم.
بعد الحرب مستمرة بين هيفا وإليسا، فخلال المؤتمر الصحفي اللي عقدته الام بي سي للإعلان عن برنامج شكلك مش غريب، سألت هيفا الصحفيين مين هي إليسا لتقيم الناس، وأضافت: أشعر أني في ساحة معارك دائمة وهناك جنود يقفون ضدي. أكدت مصادر موقع النشرة أن المبلغ اللي تقضى السلطان الطرب جورج وسوف ليطل بحلقة تلفزيونية مع الإعلام نيشان بتتراوح بين 180 و200 ألف دولار، وكل الإشاعات اللي طلعت بأنه قبض مليون دولار هي غلط. وآخر خبر بموست بوبولر هو الحفل لمايلي سايرس اللي انلغى بكانساس سيتي بعد دخول مايلي للمستشفى بسبب حساسية على الأنتيبيوتيك. خلينا نتذكر سوا بعض المشاهد من الحفل اللي أحيته قبل دخوله للمستشفى. أما هلأ منتوقف مع بريك ومنرجع منكفي باقي فقراتنا لليوم. أول صورة بسيلابس أونلاين نشرتها مريم أوزيل المعروفة بالسلطانة هيام، تجمعها مع بنتها اللي ما مبين وجهها، وعلقت: يوم مضحك يوم سعيد حب كبير، الله يحمي كل الأمهات والأطفال. أحيت نيكول سابا حفل خاص وشاركت محبيها بصورة الله كتفيها بفستان ذهبي قصير. من ناحية أخرى بعدها نيكول عم بتصور مسلسلة فرق توقيت مع الفنان تامر حسني. نشرت دومينيك حوراني صورة لكفر ألبومها الجديد اللي رح ينزل قريباً بالأسواق. نشرت الفنانة شزا حسون صورة على فيسبوك مبينة متألقة وحلوة مثل العادة، وعلقت: مساء الجمال والحب. رد وائل من خلال تويتر على الترحيب اللي تلقاه من أحلام وكتب: حقيقة ومش بالكلام، وجودي حدك يا سلام، أناقة وطلة وجمال وشخصية أنت أحلام. نشرت النجمة نانسي عجم صور جديدة من كواليس أرب أيدل 3 بإطلالتين مختلفين، ما يرجح أنه تم تصوير حلقتين من تجارب الأداء بيوم واحد. وصلت مودة السيلفي للبوب فرانسيس، فخلال إلقاء التحية على المتجمعين بعد قداس أحد الشعنين تجمع حوله عدد كبير من الأشخاص لالتقاط السيلفيز معه. أما هلأ خلينا ننتقل لتوب 10 هواكم لهالأسبوع. تبدأ هواكم لهالأسبوع: إبراهيم سعيد احتل المرتبة العاشرة بأغنيته خي الأصلي. تضلي بتوج تمشي واسق والأرض لتحتك بترج، في ناس الكذب بدمن عندن وجهين لكن انت ما شاء الله بميت وجه. جنى بعد محافظة على المرتبة التاسعة بأغنية درس خصوصي. بدي شوفك قلبي ناضي والحج درس خصوصي، إلا الإم دينا حايك تركني حبك تراجعت مرتبتين واحتلت المرتبة الثامنة. حبك كان نقطة ضعفي وانت مش معقول، خدني وقربني ليك دوبني بعقلي خلي. يا نيالي لمايا دياب بالمركز السابع. نمبر 6 لمروان خوري بأغنيته مش عم بتروحي عن بالي. قلتلك الله معك لا غد يتراجعت مرتبة واحدة وصارت نمبر 5. شو راجعت قلي لو تحكي ما رح اسمعك، لو تركع وتصلي يلي صار بكاني. من زجاج لصابر الرباعي بالمرتبة الرابعة. مدام بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجر، مدام بيتك من زجاج لا ترمي الناس بحجر.
أمير يزبك احتل المرتبة الثالثة بأغنيته مخروب بيتي. أصحاب المعا يومي بدا مطبع تطبع لإلها قلوب ما حدا مثل ما حدا تمضي تشكي تعال. نمبر 2 لهالأسبوع ويلك لجوزيف عطية. ويلك إذا غير عيوني حلبي راود ليلك ويلك أكد ساعتها إنك ما ترتاح النهار. ويلك إذا ناوي تحرك قلبي بتحلب عينك. ويلك نانسي عجم بعد محافظة على المرتبة الأولى بأغنية ما تيجي هنا. ما تيجي هنا وأنا أحبك عشان أعيش على حسك حبيبي ده أنت الدنيا وأنا موت لو غيري مسك. ما تيجي هنا خد فكرة ده أنا بالنسبة لك بكرة أستاذة في الدنيا مذكرة كمل روح ده أنا نصك. مبروك لنانسي عجم. بريك صغير ومنرجع لفكرتنا الأخيرة. مثل العادة آخر أفلام صالات السينما رح نحكي عنها بهيدا الفكرة. أول فيلم معنا لليلة The Pirate Fairy. بيحكي الفيلم عن الجنية زارينا اللي بتسرق من الجنيات بلو بيكسي داست اللي بلاه ما فيهم بقى يطيروا. فتينكر بيل وأصدقاء الجنيات بيقوموا برحلة لاستعادة الداست. منشوف بعض المشاهد. Welcome one, welcome all to the Four Seasons Festival. So great to have the Winter Fairies join us. I'll say it is. Look, Serena, what's with that wild hair? She stole the blue pixie dust. Without it, we can't fly. We have to get it back. Pirates. Maybe they're nice pirates. Right. A toast to the captain! Ahoy! Now the hair makes sense. This dust belongs to Pixie Hollow. What did she do? She switched our talents. Uh-oh. You're a tinker. Take these things back right now. Okay. Remember, right arm, left foot. Aye, aye. Look out. Oh. Parries. Avast, ye swab. Hot spot. Oh. The power of the pixie dust is ours. We're going to fly. I can't believe my eyes. I broke something. Looks like I'm an animal fairy now. تاني فيلم معنا لليلة توكاريف. فيلم أكشن من بطولة نيكولاس كيج، داني جلوفر وغيرهم. بيحكي عن عصابة روسية بتخطف وبتقتل بنت مجرم سابق، وهيدا الشيء بيرجع بيا للجريمة لينتقم لبنته ويحقق العدالة. مشاهد من الفيلم. Listen, we're just gonna hang out here, watch TV or something, but that is it. Any of your old habits. I'm out of the game, you know that. Yeah, I know you. Why are they after you? What did you do? No child should have to pay for their father's sins. I do need some help. Just how deep do you want this to go? How deep is hell? Hey,
آخر فيلم بيل إي سيباستيان، فيلم أدفنتشر من إخراج نيكولا فانيه، بيحكي عن ولد عمره 6 سنين وكلبه بيحاول منع قوات النازية من خطف المقاومين الفرنسيين. مشاهد من الفيلم. Tu vois cette empreinte ? C'est pas un loup ça. C'est la bête. Comme ça, si la bête s'approche des moutons... C'est peut-être pas elle qui les tue. Mais si, c'est elle. César t'a montré les moutons égorgés, non ? Et je veux plus que tu traînes dans le coin tout seul, avec cette bête qui rôde. Il me faut les noms de ceux qui font passer les clandestins. Il y a les boches ! Ils fouillent partout. Ils sont où ? Dans le village. Pas rasé depuis 2 jours. Au moins une nuit là-haut. Vous avez soigné à nous. Salut César. Tu t'as bête. Oh, il m'a foncé dessus. C'est au Glantière qui s'est fait mordre. Au Glantière ? Mon Dieu, Sébastien. La petite canaille, t'as pas vu la bête ? Elle rôde dans le coin. T'en fais une tête. On te ramène au village, c'est mieux. Avec cette bête qui rôde, je t'interdis d'aller au Glantière. Tu imagines si t'étais tombé sur elle ? Moi non plus, j'aime pas quand les gens ils me frottent les cheveux. Sébastien peut pas continuer à traîner toute la journée dans la montagne comme ça. C'est trop dangereux avec cette fichue bête. Je le savais, c'est pas toi qui les tue, les moutons. Tu vois une montagne là-haut ? Bah, juste derrière, c'est l'Amérique. C'est là que ma maman est allée. Qu'est-ce que t'es blanc, belle. Si je t'appelais comme ça. Dis César, ma mère, elle sera là cette fois à Noël. Tu m'avais dit qu'elle viendrait. Je croyais que t'attendais une occasion pour lui dire la vérité. L'Amérique, juste derrière les Alpes. Tu crois qu'il va gober ça encore longtemps? Elle a raison, César. Il est temps de lui dire. César, faut que tu nous aides. Faut qu'on se débarrasse de cette bête. Tu le connais, le berger qui tapait la bête ? Ouais. Tu sais pourquoi il la tapait ? Ce berger, il attachait son chien au bout d'une chaîne qui faisait même pas 2 mètres. Il le battait. C'est pour ça qu'il est devenu complètement fou, le chien. Belle ! Qu'est-ce que tu me caches ? Passage secret. Comme ça, si tu veux venir te cacher ici, tu peux. Montez ! Je vous emmène. Tu la connais, cette bête ? Écoute, Sébastien, des chiens battus, j'en ai connu. J'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver. Ça finit toujours très mal. Bon, on marche en ligne et on fait du bruit. Allez, viens ! Viens vite ! T'arrêtes pas, belle ! Faut continuer ! C'est pour ton bien, Sébastien. Non ! C'est mon ami ! Ce que t'as fait, c'est pire que tout. Je te pardonnerai jamais. Je sais pourquoi elle t'a mordu, la bête. Tu putes tellement que t'as pris pour un bouc. Tu donc. Allez, voulez la paix. Belle ! Belle !
وهيدا كان كل شيء لليوم. أنا بشوفكن مثل العادة جمعة الجاية بنفس الوقت على هواكم تي في. باي باي.